الزملاء الإعلاميات والإعلاميين الصحفيات والصحفيين في إطار التواصل اللي اتفقنا عليه واللي مشينا عليه منذ الأول. كنعاود نتلاقاو اليوم باش نخبركم بأننا تأكد لنا ليلة أمس تقريبا حتى الحدود الساعة 12 ليلا ثاني حالة مؤكدة ديال كورونا فيروس المستجد 2019. هاد الحالة شخصناها وتأكد التشخيص ديالها في المختبر المرجعي ديال معهد باستور في المغرب الدار البيضاء عند سيدة متقدمة في العمر، العمر ديالها 89 سنة وقادمة من الديار الإيطالية أيضا، ودخلات وهي ما عندها حتى شي أعراض ديال المرض، وبعد بضعة أيام بدات كتظهر عليها بعض الحالات ديال المرض اللي ما كانتش كتدل على أنه مرض ديال الجهاز التنفسي، ولكن حتى اليوم ما قبل أمس عاد بدات الأعراض ديال الجهاز التنفسي. ولحسن الحظ أنه تكلمات مع ذاك الرقم ديال الهاتف قالوا يا قضاء، لأنه عرفت راسها بأنه هذاك الرقم مخصص بحال هاد الأشخاص اللي داخلين من المنطقة اللي فيها الفيروس منتشر، واللي خصهم يسولوا في هذاك الرقم الهاتف إلى بانت بعض الأعراض. فكانت عندها هذه البديهية هي وواحد من الأفراد ديال العائلة ديالها هو اللي تكلم، ورشدناها وجهناها للمستشفى، وبالفعل خدات دار التحاليل تخلت منها العينة ومشات للمعهد باستور اللي تأكد لنا النتيجة. هي الآن قيد العلاج بأحد المستشفيات ديال الدار البيضاء. الحالة ديالها حرجة في إطار التواصل في إطار الشفافية، حنا كنتواصلوا معكم كنقولوا لكم بأن الحالة ديالها حرجة، لأنه مع الأسف هذه السيدة عندها مرض مزمن من الأمراض المزمنة اللي كنهضروا عليها وكنتكلموا عليها دائما، كنقولوا بأنه هي اللي كتدي النقص في المناعة. فهذه السيدة كينطبق عليها الحالة متقدمة في السن، مرض مزمن، حالتها حرجة، هي الآن في العناية المركزة بأحد المستشفيات في الدار البيضاء، وبطبيعة الحال الأطقم الطبية إخوان صاهرين عليها طبقا للمقتضيات وطبقا للبروسيدور اللي حنا دايرين. المسألة الثانية هو بطبيعة الحال كنتكفلوا بالشخص المصاب بالمريضة وكنتمناو ليها الشفاء، ولكن ما كنساوش السلامة والصحة العامة ديال المخالطين بالخصوص. فمنذ ليلة أمس مباشرة بعد التأكيد الإخباري بدينا الإجراءات ديال الجرد ديال المخالطين وتقييم الخطر ديال كل واحد فيهم، والآن الفرق راه مشتغلة باش كتأدي الدور المنوط بها وباش نبداو المراقبة ديالهم اللي راه بدات منذ صباح اليوم. المراقبة ديالهم المدة ديال الحضانة القصوى واللي تكلمنا عليها عدة مرات، واللي هي 14 يوم حتى نتاكدوا من انهم سالمين خاليين من 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 من, من العدوى، وما غاديش يمكن ينشروها في المحيط ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.